أما هلأ مشاهدينا بننتقل من عالم السياسة لعالم الفن معك ليام. يسعد صباحك عن جديد نور، وصباح الخير لك المشاهدين. اليوم رح ننتقل إلى فن المانديلا، يلي هو عبارة عن رسومات متداخلة ببعضها، وبيقولوا وأيضا زخارف، وبيقولوا أنه الفن المانديلا هو بيسحب الطاقة السلبية. رح نحكي أكثر عن هالفن، رح نحكي أكثر يمكن عن كيفية سحب الطاقة السلبية، ورح نحكي أكثر عن صبية عمرها 27 سنة بتدرس حقوق ولكن بتمتلك موهبة كتير كبيرة. بدي رحب بميس عثمان. أهلا وسهلا فيكي ميس، بونجورك. يسعد صباحك ميس، وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نعرف للمشاهدين، في كتير من الناس ما بتعرف شو هو فن المانديلا، نعرفه ونقول شو هو. هلا فن المانديلا هو بسموه فن البهجة. مانديلا ولا مانديلا؟ مانديلا. مانديلا، اوكي، نحن عم نلفظها مانديلا. هو فن البهجة، هو يعني هو بالحضارة الهندية أساسه. صحيح. المانديلا يعني معناها هي الدائرة. اوكي. أساسا فهو فن المانديلا هو مجموعة من التفاصيل والزخارف اللي بتحيط دائرة، مرتبطة بدائرة معينة تنبع منها، وأغلب هدول التفاصيل هنا من الطبيعة، هي بتعبر عن الكون الميتافيزيقي. هذا الكون يعني هو بيعبر عن الشجر، الورد، حتى الكواكب والنجوم وكل هدول القصص. نعم. هلا نحن عم نشوف نموذج من الزخارف، وهي تقريبا مثلثات هلا في متداخله. خلينا نحكي عن هالاشكال الهندسيه. في كثير اشكال هندسيه بداخلها. في خطوط عريضه ورئيسيه لهيدا الفن المانديلا، ولا لا فينا نخترع نحن كفن فنانين انه نزيد عليه، نحط لون، ندخل اشكال ثانيه، نزيد عليه تفاصيل. هلا عم نشوف على ضمن الاوف كمان اسم هالا، خلينا كمان نحكي عن هي الفكره. هلا هي بالاساس ما فيها اسماء، بس العالم بتفضل العالم بتفضل انه تهدي هديه مميزه لاشخاص بتحبهم. فبعمل انا كل لوحه غير الثانيه، مشان مثلا هذا الشخص يكون عنده لوحه مميزه عن الثاني، يعني ما حدا عنده مثلها ابدا. فلهيك العالم فضلت الاسماء، بس في عالم بتفضل شغلات ثانيه، مثلا شجره الحياه والموت، الشمس، هيك قصص. يعني احيانا بينطلب تصاميم معينه لمحلات، لوجو معين لشيء، فانه كل حدا على اساسه حسب ذوقه. طب كيف فينا نقول هيدا الفن ممكن يفرغ الطاقه السلبيه، يبعد عنا القلق والتوتر؟ هلا هي قالت هيك، طلعي نور. هو اذا بتتامل فيها انا اساسا بعيده عن كل الطاقه السلبيه يعني. اذا بتتاملي فيها، هي اساسا كنت عم احكي انه إلى دخل باليوغا. اليوغا اساسا في بشكل عام بالمحلات ممارسه اليوغا، لما بتلاقي لوحات كبيره كلها تفاصيل متشابكه ببعضها، فانه لما بتتاملي بتفوتي بهي الحاله، بتفوتي حاله السلام الداخلي. ميسا، ليش اخترتي فن المانديلا؟ هلا يعني انه ما كثير هي، نحن يعني ما كثير عنا بنعرفه، يمكن بنشوف الاشكال بس ما بنعرف شو هو، ما بنعرف قديش تاثيره مهم. ليش اخترتي؟ هلا انا من لما كنت صغيره، من لما كنت صغيره بشكل عام بيجذبني الفن. أوكي. يعني جربت اعزف، جربت مثل مسرح، كثير قصص، بس حاليا لقيت شغفي بالحياه، حتى بعيد عن انه هلا محاميه متدربه، يعني انه يعني بعيد تماما عن هذا الموضوع، فانه بتحسي انه هذا لقيت شغفي بالحياه. وليش اخترت هذا الفن بالذات؟ هلا في فتره الحجر الصحي اللي مرقت، كلنا عشنا بتوتر وهيك قصص، وانا كان يجذبني هذا الفن اساسا على السوشيال ميديا. يعني شوف لوحه اطلع هيك انه كيف مرسومه، كيف معموله، فصرت ادور على النت. بدها دقه وفعلا. دورت على النت، صرت ابحث عن موضوع انه شو له دخل، يعني ليش هدول الزخارف، فطلع انه هو علاج من الاكتئاب والتوتر والقلق.
اي حاله نفسيه مارق فيها الانسان. هلا انت بشكل عام بس تتوتري هو يرسم ولا يشوف؟ بتفرغي اثنين. اثنين مثلا انت بس تكوني متوتره بترسمي اشكال لا على التعيين. انا برسم نجوم تماما هيك ورقه هيك بتصير. انت لو بتحطي ببالك بس تكوني هيك مثلا متوتره ترسمي اشكال هندسيه متتاليه متتابعه بتشبه بعض، فانت لسه عم تنظمي بتفوتي بهي الحاله فبتحسي حالك طلعتي من مود التوتر. ردة فعل الناس اللي حواليك والمحيط كيف عم تكون مع بدايه العمل بهيدا الفن؟ هلا صار لي سنه تقريبا عم اشتغل بهذا الشيء. اول شيء كنت عم ارسم رسم لحالي، يعني عم اتعلم لحالي. بعدين العالم انه نزلي على النت انه كثير حلوين وهيك، انا اول شيء اقول انه عم شوف رسمات لسه احلى وهيك، حس انه لا بدي لسه اتطور اكثر. بس كثير صار في تشجيع من الموضوع، وفي كمان في سوق باللاذقيه اسمه سوق الضيعه حكى معي انه بده ينشر مشان انشر اللوحات فيها. كثير تحمست، كانت اول خطوه. خي فتعرفت عالم كثير مبدعين بيعملوا من اشياء بسيطة كتير شغلات حلوة، وهذا الشيء خلاني أعمل هذا المشروع بالذات مشان ساعد العالم. طبعاً المبلغ اللي بتلقاه من اللوحات هو بيروح لعالم محتاجة دعم حلو. مادي معنوي أي شيء فيني. برافو عليك، يعني العمر كله بس بعمر صغير قدرتي تأسبتي حالك وما استسلمتي لا يمكن لظروف صعبة لا لكورونا ولا لغيرها. ميس أدواته مختلفة عن الرسم العادي، شو هي الأدوات اللي بتستخدميها؟ مثلا دوائر كتيرة، هل في بيكون بيكار؟ هل في أدوات هندسية بتستخدميها؟ شو الألوان؟ كبداية إجباري بده يكون في مسطرة بيكار اجباري. وتكوني بروفيشنال تصيري بترسمي بايدك تصيري ثابته بتصيري ترسمي الدائره بلا بيكار. يعني اول شيء كانت ايدي ترجف شوي، هلا برسم يعني هدول الاشكال تماما. انا ماني مستخدمه ولا مسطره بهدول الاشكال كله رسم. نرجع نشوفهم شوي يدوي. كفي حديث ميس انه الالوان طبعا كل مرحلة إلى شيء. مثلا كبداية كنت أرسم برصاص، بعدين لام التحبير، بعدين مثلا صرت فوت ألوان مائية، صرت خشب. ضيفي لمستك الخاصة، يعني فينا نقول تماماً. مع كل لوحة يمكن لمسة ميس الخاصة. ممكن كمان أدوات بسيطة تعملي لوحة كتير عظيمة. بس أنا اخترت الخلفية السوداء لانه الالوان بتبرز عليها، وخاصه هدول الالوان هدول بيعطوا اضاءه بضوء معين بالليل، فلسه بتعطي طاقه اكثر يعني. فهيك كثير حبيت على الاسود اكثر شيء، ولسه هلا عم طور حالي عم صير ارسم بالريشه. برافو. هو أصعب شيء. بالختام كلمة أخيرة لكل اللي عم يتابعونا، لأي شباب وصبايا حابين فعلا يبلشوا موهبة جديدة ومشروع خاص، وخصوصا أنت عندك مشروعك الخاص الهادف، يعني عم تقولي ريع هي اللوحات عم يكون لجمعيات خيرية لناس محتاجين وبعمر صغير، فسعيدين أكيد بوجودك. كلمة أخيرة لكل الشباب اللي عم يتابعونا، شو بتقولي لهم؟ أنا بقول لهم إنه أي حدا عنده أي موهبة أو أي شيء بيحب يعمله يسعى لهذا الشيء، لأنه ما في شيء مستحيل. من 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 أصغر تفصيل ممكن يعمله كدراسة كفن، موهبة ممكن ينميها، ما في شيء ممكن يوقف بطريقه أبدا. وعالم السوشيال ميديا صار يعني هو كبير وواسع صحيح. ومفتوح لكل الناس، فيها تاخذ منه أفكار، فيها تروج أيضا لأي شيء هي بتحب. ميسا بدنا نتشكرك كثير، نتمنى هيك هالزخارف الحلوة الماندالا نشوفك عم تعملي فيها بيوت، لانه لسحب هي الطاقه حلو بيكون بالبيوت صح؟ عم تاخذ العالم الصالونات لا على الحيطان. على الحيطان هلا يعني فيك تقولي شهر وراح بلش ان شاء الله ارسام على الحيطان. خي موفقه ميس، شكرا كثير وموهبه كثير حلوه. شكرا لكم. يعني بعمر سنه بس يعني انتجتي هذا الانتاج كله، بنتمنى نشوفك بالعالميه. شكرا شكرا لكم. شكرا لك، نتمنى لك التوفيق. شكرا كثير.